بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا. إننا في هذه المسابقة نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صاحب الجائزة، نشكر له اهتمامه الكبير، وفي شكره نشكر جميع المهتمين بهذه المسابقة، وكذلك نشكر لأصحاب الفضيلة لجنة التحكيم. ثم أتوجه بتهنئتي لأبناء الطلاب والطالبات الذين تسابقوا، ولزملائي في أمانة المسابقة وجميع اللجان العاملة، شكري وتقديري على إسهامهم في إنجاح أعمال هذه المسابقة. هنيئا لمن حمل القرآن بحقه وكان صاحب قرآن، هنيئا له في الدنيا وهنيئا له في الآخرة. سابقوا بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يشرف بصحبتكم في هذا البرنامج عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضاً الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومحبكم أيضاً عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، أطيب التحية لكم مستمعين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم إلى برنامج سابقوا، هذا البرنامج الأسبوعي الذي نقدمه لكم بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية. المسابقات القرآنية تشحذ همم الشباب والفتيات. المسابقات القرآنية ما هي إلا وسيلة لشحذ الهمم لشباب وفتيات المسلمين في كل دول العالم، الإسلامية منها وغير الإسلامية حتى، إذ تقيم بعض الجاليات هناك أيضا مسابقات قرآنية للأبناء والبنات، كما ذكرت بأن هذه المسابقات وسيلة والغاية منها الحفظ والتدبر والتعلم لكتاب الله عز وجل. نحن في سابق نطل عليكم من هنا وهناك بجديد وآخر أخبار المسابقات القرآنية، فأهلا ومرحبا بكم. سابقوا ميدان المسابقات. المتسابق بللو آمدة محمد مرشح المجلس الإسلامي في النيجر، مشارك بالفرع الأول ويقرأ برواية حفص. اقرأ من قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا إن يريدا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أصبر اقرأ من أول سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بأموال
ألف من الملائكة مردفين. سابقوا هدايات ومشاهد. فقرة الهدايات سلسلة ينتظم عقدها في برنامج سابقوا، وعنوان هداية هذه الحلقة تعاهد القرآن الكريم. يعدها ويقدمها فضيلة الدكتور منصور بن محمد السميح، الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد جاءت السنة النبوية الكريمة بالأمر على تعاهد القرآن ومراجعته، ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. والصحابة رضي الله عنهم أتقنوا القرآن لمراجعتهم له كثيرا وقراءتهم له في الصلاة. ومن أدلة عظيم عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهناك جمع غفير من الصحابة اجتهدوا في حفظ القرآن الكريم ومدارسته ومراجعته، يطول المقام بتقصي أخبارهم، ويمتد الحديث بذكر تعاهدهم كتاب الله تعالى. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك، ومن علينا بتدبره والعمل به، واجعله شافعا لنا يوم نلقاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاوة مختارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. كان معكم أخوكم أحمد أمين من مصر وحاليا مقيم في الرياض. أخي أحمد أمين، أنت تحاكي أحد القراء المشهورين. أنا أحاكي تلاوة المنشاوي، تأثرت به منذ الصغر، منذ أن حفظت القرآن. بارك الله فيك. ننتقل مستمعي الكرام إلى فقرة أخرى. أعظم الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أنواع القراءات. قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن بعد أن نقل كلام ابن الجزري حول تواتر القراءات، وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع، ثم ساق 6 أنواع من القراءات. النوع الأول القراءة المتواترة، وهي القراءة التي رواها جماعة عن جماعة من غير تعيين عدد على الصحيح، كذا إلى منتهاها يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، وهذا غالب القراءات المقروء بها. النوع الثاني القراءة الصحيحة المشهورة، وهي القراءة التي صح سندها ولم يبلغ درجة التواتر، ووافقت رسم المصحف ولو احتمالا، ووافقت وجها من العربية، واشتهرت عند القراء بالقبول، كقراءة ابن ذكوان لقوله تعالى تتبعان بتخفيف النون. وهذان النوعان هما المقبولان المقروء بهما. النوع الثالث القراءة الآحاد، وهي ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذه لا يقرأ بها، ولها أمثلة كثيرة في كتب السنة. والنوع الرابع القراءة الشاذة، وهي القراءة التي لم يصح سندها أو خالفت الرسم أو لا وجه لها في العربية، وهذه أيضا لا يقرأ بها. النوع الخامس القراءة المدرجة أو التفسيرية، وهي العبارة التي زيدت بين الكلمات القرآنية على وجه التفسير، وهذا النوع لا يعتبر قراءة. أما النوع السادس والأخير فهي القراءة الموضوعة، وهي القراءة التي نسبت إلى قائلها من غير أصل، أي من غير سند مطلقا، أو هي المكذوبة المختلقة المنسوبة إلى قائلها. والقراءة الشاذة غير المتواترة وغير الصحيحة المشهورة، يؤخذ بها إذا صحت في التفسير والأحكام واللغة وغيرها، سوى القراءة بها فإنه لا يجوز ولا يتعبد بتلاوتها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم المتخلقين بأخلاقه المتأدبين بآدابه، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الأستاذ الدكتور عادل ابن إبراهيم رفاعي، أستاذ القراءات في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سابق أصوات الندية. مرحبا بكم مستمعي الكرام مع الأصوات الندية. الصوت الندي في هذه الحلقة هو من مكة المكرمة. نتعرف عليك أخي الكريم. صالح سيد محمد صادق الأنصاري،
صالح الأنصاري، أظن لك تلاوات في إذاعة القرآن الكريم. نعم نعم الحمد. متى سجلت؟ السنة الماضية على هامش مسابقة الملك عبد العزيز الدولية تقريبا. ما شاء الله، تحفظ القرآن الكريم كامل؟ اي نعم ولله الحمد. وكيف أنت وإمامة المساجد؟ والله أنا بدأت في إمامة المساجد تقريبا من سن 13 تقريبا، بحثت من الوالد الله يجزاه خير ويرحمه. وحاليا؟ حاليا إمام الجامعة السيف مكة مكرمة. ما شاء الله، استعد بالله وقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أحسنت أخي صالح، أعيد التعريف بك. صالح سيد محمد صادق الأنصاري من مكة المكرمة، إمام جامع السيف مكة المكرمة. سابق جديد المسابقات. تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، أطلق أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم لمنسوب القطاعات الأمنية في نسختها السادسة، داعيا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. استعرض سمو الأمير مراحل المسابقة وفروعها في شرح قدمه مدير شرطة المنطقة، مبينا شروط المسابقة وآلية تنفيذها في المناطق وإعلان الفائزين بها. جديد المسابقة. أعلن وزير الأوقاف الكويتي فوز 200 مشارك ومشاركة في مختلف شرائح وفئات مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده،
وكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمانة العامة للأوقاف لإعلان نتائج المسابقة العشرين بعنوان امتنان لأهل القرآن أن عدد المتسابقين وصل إلى 2022 متسابقا ومتسابقة يمثلون 39 جهة حكومية وخيرية داخل الكويت. جديد المسابقة. مستمعين الكرام، تستعد الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية لدورة جديدة، هي الدورة 19 لجائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات. هذه المسابقة جائزة الملك سلمان إليكم نبذة عنها، ففي شهر ذي القعدة من عام 1419 الهجرة صدرت الموافقة بإقامة مسابقة القرآن الكريم المحلية، والتي تعنى بترشيح الفائزين للمسابقة الدولية داخل المملكة وبالطبع للمسابقات العالمية خارجها أيضا. كما أن للمسابقة عدة أهداف، على رأسها تشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظا وفهما وأداء وتدبرا، بالإضافة إلى إذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الذي هو مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، بالإضافة إلى إبراز اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره. واليوم تصل المسابقة إلى دورتها 19، وأصبحت مناطق المملكة بمختلف الجهات المسؤولة عن ترشيح المتسابقين والمتسابقات تولي هذه المسابقة اهتماما كبيرا لما فيها من تنافس شديد ودرجات عالية، حيث أصبحت الجهات تقدم دورات تأهيلية وتدريبية لطلابها وطالباتها من أجل تحفيزهم وتأهيلهم للمشاركة في هذه المسابقة وتحقيق مراكز متقدمة. بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة ستكون لنا وقفات مع هذه الجائزة، جائزة الملك سلمان المحلية، في فقرات مختلفة، حتى نصل وإياكم إلى موعد انعقاد هذه الجائزة في مدينة الرياض بمشيئة الله تعالى. سابقوا. شكرا لكم على طيب المتابعة مستمعين الكرام، هذه أطيب التحايا لكم من زملاء فريق العمل في البرنامج ومن زميلي فهد بن إبراهيم السنيدي في المونتاج. إلى الملتقى بكم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سابقوا. فتية آمنوا بربهم وأنابوا إلى خالقهم يتلون كتاب ربهم آناء الليل وأطراف النهار في منافسة شريفة مباركة. سابقوا. 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 المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وتأكيدات خادم الحرمين الشريفين الدائمة لهي النبراس لكل من أراد بناء دولة إسلامية متوازنة تأخذ أصل الوحيين بإكبار وإجلال وتحكيم واعتماد في النهج العظيم، وتأخذ أيضا بأسباب الحياة في اعتدال، فالقرآن والسنة لا يمنع المدنية بل يدعو إليها. سابق. مستمعنا الكريم، نصل بك إلى نهاية رحلتنا القرآنية، هذه الرحلة التي قدمناها لك بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأخرجتها إلى مسامعكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سابقوا. شرفنا كثيرا مستمعينا الكرام بصحبتكم في هذا البرنامج، هذه تحية محبكم ومحدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضا من الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومن محبكم أيضا عبد الله بن شويش الشويش. إلى لقاء عاطر في رحلة قرآنية قادمة.